حذرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات من رياح قوية السرعة والتي بدأت تؤثر على المملكة منذ صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 6 مساء. وللحديث حول الأحوال الجوية المتوقعة في مملكة البحرين ينضم إلينا عبر الهاتف عبد الله بوشيري، أخصائي أرصاد جوية أول في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، إلى متى ستستمر هذه الرياح القوية؟ يا هلا، مرحبا فيك أخوي. طبعا بالنسبة للرياح الحالية جنوبية شرقية اللي هي حاليا سرعتها متفاوتة من منطقة لمنطقة، بشكل عام عندنا وصلت قوية، سجلنا في بعض المناطق اللي هو 25 عقدة. طبعا نتوقع راح تستمر الرياح إلى بكرة الصبح مثل ما تفضلت، تبتدي تقل سرعتها تدريجيا. وهذه الرياح طبعا اللي هي متعارف عليها محليا برياح الكوس، متصاحبة مع منخفض جوي متواجد على شمال الخليج وشبه الجزيرة العربية، لذلك اليومين اللي بيروح شمال الخليج ممكن يحصل بعض الأمطار، بالإضافة لتواجد غبار في بعض المناطق على شمال شبه الجزيرة، وأيضا في فرصة أن نحصل من غبار خفيف في فترة الليل. بشكل عام بيكون تأثير المنخفض علينا ضعيف جدا، ممكن نلاحظ زيادة في كمية السحب يوم الخميس، غير مستبعد نشوف بعض الأمطار الخفيفة على يوم الخميس، تبقى الفرصة ضعيفة طبعا. لكن عندنا بشكل عام بالنسبة للرياح عندنا رياح قوية بتكون لبكرة الصبح، وأيضا يوم الجمعة نتوقع راح تتحول الرياح إلى شمالية غربية وممكن تزيد تدريجيا، نتوقع أنها هي ممكن توصل إلى قوية أحيانا. نعم، تفضلت يعني وذكرت بأنها ستستمر، لربما تستمر إلى يوم غد صباح يوم غد. إذا ما خطورة هذه الرياح القوية وما هي التحذيرات التي تقدمونها للمشاهدين وخصوصا من يرتادون البحر؟ بالنسبة لتحذيراتنا، الرياح القوية طبعا سارية حاليا تستمر لصباح بكرة، وأيضا حق اللي هي الرياح الشمال بتكون ليوم الجمعة. طبعا ندعو الأخوة مرتادي البحر لأخذ الحيطة والحذر، ممكن تكون الأمواج عالية، ممكن توصل في عرض البحر إلى 6 أقدام، لذلك الأفضل يعني تجنب الأنشطة البحرية هالفترة. نعم، السيد عبد الله بوشيري من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.